مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالفيديو. لها مسالك غابية ضيقة. ماما كديرينا في ناسيونال جيوغرافيك ولا راك ديرينا في اوشواي ولا في فواياج؟ هكا كاع لايمتهم ودرتهم في مفيدة. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كيراكم دايرين؟ مرحبا بكم فيديو جديد معايا من فيديوهاتي، واللي نتمنى انكم تشوفوه انتم في احسن الاحوال، بخير وعلى خير، الصحة والمورال، كل شيء تمام، كل شيء سان سان، كل شيء هذاك هو، وكل شيء ان شاء الله يكون في احسن الاحوال. المهم شكرا 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 لكل وحدة راها معايا، شكرا لكل وحدة تشاهدني وتشجعني وتحمسني، وشكرا لكم، ربي يحفظكم وربي ما يحرمنيش من وجودكم إن شاء الله. واللي راهم يتسألوا ويقولوا مفيدة وراكي دايتنا اليوم، فأنا اليوم إن شاء الله غادي نديكم معايا للاك، يعني للبحيرة، وغادي تشوفوا معايا وتعيشوا معايا كاع الأجواء ونهاري كيف فوتها أكثر أكثر من رائع. غادي نشارككم فيه كل شيء الجمال تاع الطبيعة كما شفتوا، وغادي نكونوا طبيعيين طبعا. كما سبق لي وقلت لكم، فالويكند خرجنا فيه، يعني اليوم جور دو ويكند، وخرجنا مع رجلي وليداتي باش نحوسو، ولابد اننا نروحوا لواحد الاماكن اللي ما يكونش فيها الناس، اللي تكون منعزله وبعيده شويه. معليش ندو شويه تاع الطريق، نقضبو شويه الطريق وندخلوا في لي بيس، لكن ولابد ان النتيجه تكون رائعه. وكما تعرفوا في الزوج تاعي ربي يحفظه ان شاء الله وما يحرمنيش منه، فهو انسان خلوي، انسان تاع الغابه، يبغي الغابه، وانا انسانه نبغي البحر. لكن اليوم هذا المكان جمعنا فيه زوج، وجمعنا الحب تاعنا والشغف تاعنا للطبيعه، يعني وين تلاقينا انا وياه في مكان جمعنا بين الغابه والبحر، وكل شيء كان رائع. كل البنات كي راكم شيرات صافا لاباس، راكم غايا طفا. انا راني هنا في اللاك مع رجلي وليداتي، خرجنا باش نبدلو شويه الجو، راكم عارفين مع اليوم الحمان، وجينا للاك هنايا في بحيره مريحين، يعني بلاصه ما شاء الله. شوفوا كيفاه تبارك الرحمن، فولادي راهم غادي يلعبوا، ما كانوش معانا، هذا وراني راح عندهم، نتمنى رجلي يصلي ان شاء الله الظهر ونوجدوا غدانا. في سيتو قاع شنو نوريلكم هنا، شو كي شابه هنايا، شو كي شابه، شوفوا ما شاء الله. الناس مالحة هاد البحيرة، هنا الحوت ما شاء الله، وهنايا جوست كاين كوكياج، شو هنا لي مول دوك، يعني هاد الشهر لافان دو موا هذا يبدا يتربى هكا ويكبر، يعني يفو سلمون يحفر الانسان ويحفر هنايا ويجبد لي مول ان شاء الله. بالك نشارك معكم التجربة ان شاء الله، وناكلوا لي مول هكا خضرين. شوف انا مسبق ليش وكليتهم، راجلي كلاهم، مي انا ان شاء الله سا سخا ما بروميير اكسبيريونس، نقدر ناكلهم طايبين، مي خضرين جامي. ان شاء الله منا وجاي. انا غادي نديكم رام الاطفال، رام الاطفال هنا. سيري كوكو كوكو.
هيا سيري نقضي وخليني قيس الابعاد. هيا شغل غنكي هنا كيما الكي قبلوا بصح خلوا طولوا هذيا. واو كاين الحوت ما يبانش من الكاميرا وكاين بزاف الحوت. قد ميلاد بحال باش تجيبي لنا باي. هاو جا الحوت. روجي ماما روجي يا روجي روجي قالت عيطي لها. بالنسبه للبحيره هذه فهي كبيره كما قلت لكم وما شاء الله عليها، وين كاين يعني كاين وين يربوا الاسماك، وكذلك يعني ما شاء الله كاين واحد الغفره بسم الله ما شاء الله، والناس اللي قايمين عليها تبارك الرحمن يعني ما شاء الله عليهم. ولقيناهم صيدين هاد الكرابات يعني اللي وليداتي فرحوا بهم الصراحه وبغاو يدوهم معاهم للدار. المهم ان شاء الله غادي ندير لهم بهم واحد السوبا اللي تكون رائعه ان شاء الله. اكتبوا في قلمي اكرم يا شفنا كولور تاعها تبل شون بلو هيا 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 صحي قضبك بقضبة سقمي شعورة يشقمك ركزوا لي على يشقمك ما بليش اللهجة تاعنا احنا نقولوا ايش قمك جو سيبا. المهم قلت لكم من جو اكثر اكثر من رائع يعني كاش او ديبي كان الحمان شويه ومن بعد جا الغيم يعني وكان الريح يعني مشي داك الجو اللي حامي حامي. اضافه قلت لكم على التنوع اللي كاين يعني كاين الماء كاين الحشيش كاين الغابه كاين الشجر كاين قلت لكم يعني وين تروحي تلقي كاين البحر جوست اكوتي كاين الواد كاين اللاك يعني كل شيء متوفر في مكان واحد وجميل جميل جدا. انا قد لي نوصفه لكم ما نقدش لانني كنت عايشه اللحظه لحظه بلحظه يعني كنت عايشتها بالثانية يعني وما بغيت نراضي حتى والو. بغيت نشوف لاخور توشيت الماء مشيت يعني لعبت انا والوليدات وليداتي بسياسة ثاني عامو يعني كان يعني واحد الجو قلت لكم رائع جدا نتمناه لكل وحدة فيكم بحول الله. الا اني دايما نعقب على واحد النقطة اللي هي النظافة تاع الشواطئ النظافة تاع المساحات الخضراء النظافة يعني لابد اننا نحافظوا على النظافة باش تبقى لنا البيئة تاعنا جميلة كيما راها هنايا يعني ما شاء الله قلت لكم قايمين بها ومتصلين في المكان وناس يعني اللي تستحفظ تبارك الرحمن. بالنسبة لي انا قلت لكم ما ماركيتش كيما موالفة نشوف في بعض المناطق كيما موالفة نشوف في بعض المناطق اللي يوصلهم الانسان يعني ويوصل لهم بسهولة. لبدا الاماكن اللي مازال ما وصلش لهم الانسان بسهولة تبقى شابة وجميلة لكن اللي يكون يعني فيها مسالك ومتوفرة فيها الطريق وكذا لبدا نشوفوا باللي الانسان كي يوصلها ويحط كراعه فيها اعرفوا باللي يخسرها ويخلي فيها البلاستيك يخلي فيها القاذورات النفايات. واللي نتمنى ان شاء الله كل واحد فينا يوعى لهذا الامر ويتفاداه على قد ما يقدر ويحاول انه ينظف المحيط باش نستحافظوا على الجمال. وشوفوا ما شاء الله يعني جمال كيما هذا خساره ان الانسان يضيعه مجرد قارورات واكياس بلاستيك وقاذورات يخليهم ويخلفهم من وراه. هذا بالنسبة لي أنا. أما بالنسبة لوليداتي فما حكموش روحهم يعني وما خلاو حتى بلاصة ما راحوش لها ما خلاو حتى شجرة ما تشبطوش فيها. المهم داروا رايهم بالجري واللعب والصراحة يعني هاد الأجواء تساعد الأطفال وتحفزهم يعني باش يحتكوا بالطبيعة وكذلك تساعد على النمو السليم تاع الأطفال. فلهذا ننصحكم أنكم إذا لقيتوا فرصة وأماكن يعني اللي تكون مطرفة هكا وفي الطبيعة يعني ما تتوانوش
يتمناوش ولا لحظه انكم تخرجوا الوليدات هكا يحتكوا بالطبيعه باش حتى هما يكبروا في بيئه سليمه ويتعلموا يحافظوا على الطبيعه ويكونوا بقرب منها، يعني مش يشوفوها في برك في لاتيلي ولا يشوفوها يعني غير في البارك ولا في المول ولا في الاسواق ولا في المحلات التجاريه ولا في الاماكن المغلقه. لابد انكم تخرجوا من الاماكن المفتوحه هكا باش يعرفوا باللي العالم اكبر واوسع واجمل ورائع رائع بكل بساطه. اما بالنسبه للاطفال كذلك قلت لكم اللي يترباو في البيئه اللي تكون يعني سليمه والطبيعه يعني ويكونوا يحتكوا بها، وانتم تكونوا يعني نعمه المرشدين ونعمه القاده لهذوك الاطفال يعني، وتعودوهم على التربيه السليمه ولا التربيه البيئيه السليمه. فالاطفال تاعكم بالطبع غادي يكبروا ويكبروا على هذاك الجو، على يكبروا على هذيك التنشئه اللي انتم ساهمتوا فيها بشكل كبير، يعني التنشئة البيئية ولا التربية البيئية السليمة. فوليداتكم لما يكبروا هما بالضرورة غادي يكونوا نعم الجيل إن شاء الله لبيئة المستقبل ولطبيعة المستقبل، لأنهم أم عارفين القيمة هذاك الشيء، راهم عارفين شراهم يديروا. فأكيد غادي تكونوا مطمنين إن شاء الله على العالم تاعنا، غادي تكون البيئة تاعنا محمية، لأن رانا ربينا هذاك الشيء في وليداتنا، زرعنا فيهم القيم، زرعنا فيهم يعني المبادئ الصحيحة السليمة للاحتكاك بالطبيعة، لأن في الأول وفي الأخير يعني احنا نحتاجوها، لأننا احنا رانا منها، لأننا رانا نتنفسوا منها، لأننا رانا نرتاحوا فيها، لأننا رانا عايشين فيها وبها. فلهذا لابد أننا نربو هذاك الجيل تربية وتنشئة سليمة باش هو حتى هو يعني نشوفوا النتيجة إن شاء الله مع وليداتهم ومع الأجيال اللي راها جاية بحول الله. هذه كانت واحد النبذة بسيطة، نتمنى ان شاء الله وصلت لأذهانكم ولقلوبكم، نتمنى ان شاء الله ان وليداتنا وليداتكم يكبروا عليها بحول الله. على بالكم شيرات بلي انا هذا هو المكان اللي نريح فيه، وعلى بالكم بلي لو كان يخيروني بين يعني المدينه والضجيج وليمول والاخر، فانا غادي نخير اكيد هاد الاماكن اللي يجو كيما هكا، الاماكن المنعزله يعني وين نكون انا والطبيعه، انا وزواوش، انا والحيوانات، انا والتراب، انا والماء، يعني هاد الشيء اللي يفرحني ويسعد قلبي، لانه يعني اقرب لقلبي من الاخر. بوغتون يعني كبرت وعشت في المدينة، كبرت وعشت يعني في الأحياء المكتظة وفي الشوارع وفي البولفارات، لكن الطبيعة توجو كانت تجذبني ليها. صحيح يعني في أول سنوات الزواج تاعي يعني ما كنتش متقبلة الفكرة تاع أنني نخرج هكا وننعزل وكذا، لأنه زوجي من هذا النوع، لأنه قلت لكم هو ولد الغابة، لكن سبحان الله. سيرين شفيك ولا هو ماما ماني نقدر نطلع أنا بابا بابا ماما شوفي الهبطه كيفاش دايره، شوفي ماما تزحلق حقيقي، شوفي ما خلونيش نهضر زوج كلمات على بعضهم. المهم ربي يحفظهم ان شاء الله، كانوا ناشطين بزاف بزاف. فكما كنت نقول لكم انه في اول عهدي بالزواج يعني كيما تزوجت عاده جديده، كنت يعني ما نتفاهمش انا وراجلي، يقول لي كذا، كنت نبغي نروح مثلا البلاد، ندور في الحوانيت، ندور في لي بولفار يعني، ونمشي ونشوف شكاين جديد، لكن هو كان يبغي الغابه. يعني انا قلت لكم اللي هو ولد الغابه، يعني كبر يعني وين كان صغير يروح يلعب في الغابة وكذا، وأنا كنت يعني راحتي كي نخرج من المدينة نروحوا للبحر، يعني هذا هو اللي كان عندنا يعني واحد الاختلاف. لكن الحمد لله يعني قدرنا نوفقه أنا وياه، يعني هو حببني في الغابة وأنا حببته في البحر، والحمد لله يا ربي. وليداتي أشرف وياه يعني، وأنسيستينا باش نربوهم هكا، هذه يبغوا الطبيعة يعني ما يهابوش، علمناهم يعوموا بكري يعني وهم صغار، الحمد لله بتوفيق من الله، يعني علمناهم السباحة وهما صغار الوليدات، يعني يدخلوا يعوموا ما نخافش عليهم. كذلك بالنسبة لي فيديو سبق لي وشاركت معكم يعني كيفاش نخرجوا للارج، ولا يروحوا مثلا نخرجوا في البابور، ولا يعني ما عندهمش مشكل يعوموا يفرحوا، يعني هذاك هو الشيء اللي يفرحهم وهذاك هو الشيء اللي يسعدهم. وهنا كما كتشوفوا يعني الحمد لله كانوا هنا عاموا في الواد، هذا الواد يخرج ويربط بين البحيرة والبحر، يعني كاين البحر راهو جاي في لاغوش تاعي و
والبحيره جايه في لادروات تاعي، وبيناتهم هاد الواد فوليداتي كانوا يعوموا فيه، يعني واحد الواد اللي مالح نقي، فيه الرمله فيه السمك يعني ما شاء الله عليه. وكما قلت لكم فالوليدات كبروا كيما هاك، وانا الحمد لله يعني تربيت يعني اني مع زوجي، يعني هو اللي عودني ولفني لهذا الشيء يعني للغابة والنبات والورد، ويعني واحد الصوالح سبحان الله وكأني لأول مرة نشوفهم، وكل ما نخرج نحس روحي اليوم خلقت واليوم شفت صوالح جدد وشفت فيس جدد وشفت أماكن جدد وطبيعة جديدة. فالحمد لله يا ربي يعني، ونفرح بكل ذرة وبكل بذرة وبكل نقطة فيها. وبعد ما سمعت لزقزقه العصافير، دوكا عصافير بطني هي اللي راها تزقزق فرحنا يعني باش يوجد رجلي الغداء، هو ما شاء الله قايم بها، الله يبارك، بسم الله تبارك الله الرحمن، راهو يوجد لنا في السمك يعني، وشويه تاع اللحم شويه تاع الخضره شويه. فأما بالنسبه لسلطه تاع الخيار فوجدها في الدار يعني قبل ما نجي، درت بالخوف الخيار وما سقيتها، جبت معايا الملح جبت الزيت يعني كل شيء جبتها معايا، وخدمنا سلطه تما يعني باش نعيشوا الاجواء. والسمك ما شاء الله، بالنسبه للسمك كاين لا دورات هذيك الصغيره، وكاين كذلك الميلي. بالنسبه للميلي ما شاء الله واحد الحبات اللي كبار رائعين. بالنسبه للميلي فهو يعيش في البحيره في اللاك، وكنا جبنا معنا هذا الليمون. بالنسبه للليمون ثاني يجي رائع، يجي كيما التونه، هو يجي ملحم تبارك الرحمن يعني، شوف كيفاش يجي اكثر من رائع. وبالنسبه لليزيبيس فزوج تاعي هو اللي يتكلف توجور بالشواء ويديرها الشباب. النصيحه تاعه دائما هي انه الشواء يطفوا النار، يعني هو تشوفوها كالنار لهبت بالريح، لكن يطفيها بالماء، وكذلك يعني طبغي على الجمر ما يطيبش على النار، وكذلك الملح والفلفل الكحل تحطوا له مع التالي. اما بالنسبه ليا انا يعني قبل ما نقعد نتغدى فوجدت واحد البراد تاع اتاي كما راكم تشوفوا، يعني جبت معايا البراد وجبت لاتاي وحطيت يعني مقدار حفنه هكا ولا فلابوم ديما، حطيت مقدار ملعقه كبيره من الاتاي حب، وحطيت السكر يعني بقى حسب الذوق، ولو ان نحنا ما نبغوش السكر، درت السكر فقط على جال الناس اللي كانوا تما اوكاو واحد يشرب معنا يلقاه حلو. اما بالنسبه للبراد فحطيناه فوق الفحم كما راكم تشوفوا، كان زوج تاعي حطه، وانا رحت جبت النعناع البري ولا التيمرسات ولا كما يقولوا لها حلوه الجبال، المهم كل واحد كيفاش يسميها، كما حنايا نقولوا لها التيمرسات، هذه هي تيمرسات، تجي على شكل النعناع وتجي فيها الذوقه تاع بين النعناع وفليو، يعني تجي بيناتهم ويجي هكا يعني حتى الشكل تاعها تشبه للنعناع، لكن عليها شويه تاع لوبر، وهنا متوفره ما شاء الله، يعني كاع البحيره معمره بها، هي والسمار هي ويعني واحد النباتات اخرى يعني ان شاء الله نشاركهم معكم. لكن اليوم شاركت معكم تيمرسات، راكم تشوفوا كاين اللي يقولها المرسيطه، المهم هي نفسها مرسيطة، حلوة الجبال، نعنع الجبلي، يعني كل واحد كيفاش يقول له. المهم راني غسلتها هنا، جبت واحد الحفنة غسلتها وحطيتها في الاتاي تاعي بعد اللي غلا، يعني ما شاء الله عليه الاتاي طلق كما راكم تشوفوا، يعني جا رائع، رأيك في انه طيب في غرضاه على الجمر. المهم هنا غادي نروح نعمر الكريشة لاني الصراحة جعت، قرضني الجوع. تحسيش بزاف اوكي؟ نرجع شكرا ماما، شكرا ماما، شكرا ماما.
الحمد والشكر لله، الحمد لله يا رب العالمين على النعمه، اللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. المهم بعد الغداء، بعد اللي شبعنا الكريشه، جاتنا واحد السهاد وواحد الروبو وواحد الراحه، الحمد لله يا ربي. فرحنا قابلنا الماء هنايا، يعني قعدت واحد شويه انا وزوجي يعني، وقعدنا نتفرجوا في الماء والهواء، والله يبارك يعني، وشوفوا ما شاء الله واحد اللمعه في الماء، سبحان الله. قلت لراجلي ستان ديامون، وصح اغلى من الديامون يعني، اغلى من الماس، انك تشوفي يعني مناظر كيما هاك، وتشوفي شفافيه الماء، ويزرع فيك الله سبحانه وتعالى حب هذا الشيء، وتقدري تشوفي هذا الجمال، فهي نعمه كبيره كبيره انعمها الله علينا ونحمدها عليها صباح وعشيه، ونتمنها لكل مؤمن ومؤمنه يا رب العالمين. المهم قعدنا ارتحنا واحد شويه، ورحنا كذلك وليداتي راحوا قعدوا في الفلوكه، المهم رحنا للفلوكه وريحنا شويه، شربنا قهوه تما، ومن بعد عاودت رجعت يعني وين حطينا القهيوه تاعنا وريحنا عليها. كنت جبت معايا الكاطو يعني، يعني هذا اخر فوج بقالي من الحلوى تاع العيد يعني، ما بقاليش بزاف، كنت جبت معايا شويه تاع الحلوى كما راكم تشوفوا، ولابد من هذوك الوريدات اللي كنت قلعتهم معاكم قبيله، يعني شفتوني كيفاش قلعتهم من الطبيعه، لابد مفيده تعمر الفاز اللي بغى لبغى في نص الغابه، مفيده لابد لابد من الورد والحشيش. المهم يعني هذوك الوريدات ما شاء الله درتهم هذيك القرعه اللي لقيناها تما يعني مقطوعه، كانوا يغسلوا بها ولا جو سيبا، فعمرناها بالماء ودرت فيها هذوك الوريدات، حطيت البرات على تاي الحلوى تاعي. المهم هذه هي الاجواء، وربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا اللي قعدتوا معايا، شكرا اللي رافقتوني في هذه الجوله، شكرا ليكم على حبكم ووفائكم واخلاصكم، ربي يحفظكم وما يحرمنيش منكم. تحياتي للجميع والسلام عليكم.